عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجماعة بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. النهاردة ان شاء الله رحلتنا في مدينة دسوق، رحلة أسرية ان شاء الله فيها صيد برضه. وصلت انا هنا المكان ظريف جدا في دسوق اسمه حديقة الاسرة، قدام ميدان سيدي ابراهيم الدسوق. طبعا انا معايا برضه عدة الصيد النهاردة ان شاء الله، هنحاول برضو نصطاد زي ما انتم شايفين من ورا مني كده. واجواء المكان جميل خالص، والعلم برضو تذكره المكان ده 3 جنيه بس. هنقضي يوم واسري مع بعضنا. معانا طبعا الاخ يحيى، نور الدنيا. طبعا يحيى كان متصور من التمساح، دلوقتي احنا هنوريه لكم. معلم شال تمساح وشال تعبان وعايش مع الحيوانات. ان شاء الله نقضي يوم جميل وفيديو ظريف باذن الله مع بعض. حبيت بس اعرفكم الاجواء دي اللي حابب يجربها، وان شاء الله بدي ثانيه. طبعا في برضو بيعملوا رحلات ليليه كده قصيره، رحله قصيره مش عارف ب5 جنيه او ب10 جنيه او حاجه زي كده. في برضو شويه مراجيح ظريفه كده للاطفال، تذكرت تبدأ تقريبا من 2 ل 4 جنيه، وفي ملاهي ثانيه. المهم مكان ظريف خالص والله بجد يعني، واجواء جميله. اتمنى ان هي تعجبكم ويكون دوت دعوه اللي عايز يجرب المكان ده. خليكم معانا. ايه هندي لك؟ لا يا راجل، ما هي لا يا راجل يا راجل كده. اللي هو الوقت يا راجل، اسكت يا راجل، انا شفته بس. استنى استنى استنى، احنا بنجمع شويه خنيني كده لوحده قريبتنا، ان شاء الله هننزل جوه على الطويل. هنا يا جماعه الشط كله خنيني، السمكه الكبيره ماسكه الايه، ماسكه الجو. براحتك اضرب، مالكش دعوه بيا. تقريبا واطلع النهارده.